السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المتابعين المشاهدين، عشان في انستجرام فالورز وسبسكرايبرز على المشاهدين، يعني على اليوتيوب. حلقة جديدة من الجو ساقعة برضو كالعادة، لأن احنا في فصل الشتاء هنا في مصر. حلقة النهاردة عن، كنت نزلت ستوري على انستجرام، اللي حد عنده سؤال او عنده استفسار او عنده مشكلة ينزلها وانا هجاوب عليها، هعمل عليها فيديو يعني. ففي حد شاب نزل فيديو، نزل سوري سؤال، كتب سؤال. السؤال من شقين، الشق الاولاني وده عنوان الفيديو: افضل اوقات للتمارين يا شباب، افضل اوقات للتمارين، افضل اوقات للتمارين. ماشي، كالعاده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبدا الفيديو بتاعنا بالتبس اللي موجوده في افضل اوقات التمارين، او ايه هي افضل اوقات التمارين بالنسبه للناس اللي بتروح الجيم او عايزه تتمرن عشان تخس. طيب، اول حاجه انا هقول كل وقت والمميزات، وفي الاخر هقول الريزلتس او النتيجه، يعني افضل وقت ايه. طيب، فتره الصباح، الصبح اللي هي من بعد الفجر كده، الساعه 7 8 9 10 11 12 كده، يعني دي الهرمون التستوستيرون بيبقى زايد فيها، تمام، وبيبقى في اعلى قيمه. اليقظه العقليه بتبقى في اعلى قيمه، الذاكره بتبقى في اعلى قيمه، درجة حرارة الجسم بتبقى منخفضة، لأن أنت لسه قايم من النوم وكده، ما اختلطتش بالبيئة بره، ما تأثرتش، ما حصلش مؤثرات، ضغطك أصلا منخفض، وضغطك لما منخفض درجة حرارة جسمك بتبقى منخفضة، ضغطك لما بيبقى عالي، الصوديوم لما بيبقى عالي درجة حرارتك بترتفع. طيب، ده وقت الصباح. طيب، بعد الظهر من الساعة 12 كده لحد قبل العصر بشوية، البين توليرانس أو احتمالية إن أنت تصاب بالآلام في أعلى مستوى، وأعلى مستوى ممكن توصل فيه لأقل مستوى أو أدنى مستوى من الطاقة، يعني مستوى الطاقة في الوقت ده بقى قليل جدا، لأن أنت استهلكت اوريدي طول اليوم من بعد الفجر لحد قبل العصر بشوية. طول الوقت ده جسمك كله شغال، سواء أنت بتشتغل سواء حتى قاعد دماغك شغالة بتفكر، أنت استهلكت كمية طاقة كبيرة. ماشي، بس التغذية لها دور مهم في اللي أنا بقوله ده، يعني أنت الكلام ده لو لشخص رياضي، افضل وقت للتمرين او التدريب ومتعود. منتصف النهار، منتصف النهار اللي هو من بعد العصر كده لحد ايه، المغرب، قبل المغرب كده، نسبة الادرينالين بتبقى زايدة، درجة حرارة الجسم بتبقى زايدة، لما الادرينالين بيزيد درجة حرارة الجسم بتزيد، توازن الجسم والعقل في ابهى صورة من الاخر. ماشي، المساء شوية حاجات كتير بتبقى كويسة، القدرة على التحمل، تنسيق بين الوظائف الحيوية في جسمك، درجة حرارة الجسم بتبقى في أعلى مستوى ليها وأفضل مستوى ليها، أداء الرئة بيبقى في أعلى مستوى ليه، لأن حصل ميكانيزمز ليها كتير طوال اليوم فشغالة كويس، التركيز الذهني أو الذاكرة بتبقى في بتقل شوية، والتركيز يبقى ده وقت المساء، التنسيق والقدرة على التحمل ودرجة حرارة الجسم في أعلى مستوى ليه، هاي ليفل، وأداء الرئة بيبقى في أعلى مستوى برضه، لكن التركيز الذهني بيبقى قليل، لأن أنت برضه أوريدي استهلكت طول اليوم دماغك اشتغل. طيب، الليل، بالليل بقى من بعد العشاء كده أو من بعد المغرب لحد الليل خالص، من الساعة أو من الساعة 9 يعني، مش هنقول يعني من العشاء كده، من بعد العشاء، زيادة إفراز الميلاتونين اللي هو مسؤول عن النوم، عشان خاطر عضلاتك بتتهيأ للنوم وللراحة، العمليات الجسدية بتستعد للموضوع ده لما الميلاتونين بيتفرز، فوقت غير محبذ للتمرين يعني. طيب، أفضل وقت ده الليل مش المساء، ده الليل، المساء من بعد المغرب كده لحد الساعة 9 بعد العشاء بشوية. افضل وقت للتدريب او وقتين، افضل وقت للتدريب بشكل عام هو الصبح بدري، اللي هو بيبقى فيه التستوستيرون عالي، اعلى قيمه لدرجه الحراره، اليقظه العقليه في قمه
الهايلي ليفل، الذاكره في اعلى مستوى ليها. طيب انت ممكن ما تعرفش تمرن الصبح، يبقى افضل وقت ان هو المساء اللي هو ما بين من المغرب للعشاء. مميزاته تنسيق والقدره على التحمل، ودرجه حراره الجسم تبقى عاليه، اداء الرئه بيبقى ايه، بيبقى في اعلى درجات ليه، لكن التركيز الذهني بيبقى قليل، عشان خاطر كده ممكن تاخد بقى اي مكمل زي السي فور او زي او تشرب قهوه عشان تزيد التركيز بتاعك. اتمنى الفيديو ده يكون الفيديو له شق تاني، واللي هي ايه الاكلات او الاطعمه اللي ممكن اكلها اثناء قبل وبعد التمرين. دي فيديو تاني، وانا منزل عن اهم الاطعمه اللي فيها بروتينات، لكن هعمل فيديو عن اهم الوجبات، وانوع واقول لكم على كم وجبه كده ممكن تعملوها وتاكلوها قبل التمرين يعني. اتمنى الفيديو ده يعجبكم، اعملوا لي سبسكرايب يا شباب عشان وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد على طول كل الفيديوهات. يا ريت تعملوا فولو على الانستجرام، انا بنزل الفيديوهات على الانستجرام وعلى اليوتيوب. على اليوتيوب القناة اسمها اسلام فراج، وعلى الانستجرام دكتور اسلام فراج. اتمنى تستفيدوا يعني ان شاء الله من الفيديوهات. ما تنساش برضو تشوف الفيديوهات اللي فاتت، وتستناني ان شاء الله في الحلقة الجاية. أشوفكم على خير.